طبعا يعني احنا عندنا امل التلميذ يبقى موجود في المدرسه لكن مستمتع ايضا بحياته كطفل. بالظبط بالظبط. النظام الجديد او التجديد في المرحله الابتدائيه بيحصل الكلام ده وبيخلي الطلبه كمان يشتغلوا مع بعض، زي ما قلت لحضرتك احنا الطلبه بتوعنا ما بيتعلموش يشتغلوا مع بعض، لازم يشتغلوا مع بعض. فالمناهج الجديده بتخليهم يعملوا مشاريع مع بعض ويشتغلوا مع بعض، ودي مهمه جدا ان احنا نزرع في نفوس اولادنا ازاي يشتغلوا مع بعض. يعني هنقل على جزء تاني على اعتبار ان حضرتك امين المراه في حزب حماه وطن. ايوه. يعني شايفه انه يعني ما زالت هناك قيود اجتماعيه ودينيه تقيد المراه في مصر. دلوقتي في عهد سياده الرئيس السيسي اعتقد الدنيا اتغيرت. يعني سيدات دلوقتي يعني احنا خدنا حقوق ما كناش نحلم بيها ابدا في حياتنا. سيدات شفناهم في كل مكان، في النيابه، في القضاء، في كل حاجه. السيدات تبوأن يعني مراكز عمرنا ما كنا نتخيلها، بقوا في مجالس الادارات. ما بقتش بقى النظره بتاعت لازم الحجاب والنقاب والتحرش بتاع اللبس والكلام ده بقى موجود، لا ده ما بقاش موجود خالص. السيدات دلوقتي والمراه بقت واخده جزء كبير جدا 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 من الدعم والقوانين بتاعتها اللي هي بتدعمها. احنا مثلا على سبيل المثال في الحزب مؤمنين جدا ان امانات المراه دي امانات لازم تشتغل مع الناس في الشارع، مع السيدات في الشارع. فاحنا عندنا عمل مجتمعي كويس جدا على ارض الواقع مع السيدات المعيلات وفي تدريبهم واعالتهم وتحضيرهم لسوق العمل. يعني الستات دلوقتي لا، انا شايفه ان واعتقد ده دور مهم جدا للاحزاب في الفتره اللي جايه انه يتعامل برضو مع السيدات ويدعم الكثير منهم ويحسن من ظروفهم المعيشيه خصوصا الاسر الاولى بالرعايه. أيوه. كعضو مجلس شيوخ ووكيل لجنه، ايه يعني توقعات حضرتك في الفتره القادمه وامالك وامنياتك التي تتحقق من خلال هذه اللجنه؟ نفسي اشوف التعليم في مصر تعليم متميز جدا سواء على المستوى قبل الجامعي او مستوى الجامعي. نفسي اشوف الخريج المصري بتتهافت عليه البلاد العربيه والبلاد الاجنبيه. نفسي اشوف الطبيب المصري رجعت له مكانته تاني بتاعت زمان، رجع له احساسه ان هو الحكيم وشياكته وشكله كان هيبه كده زمان. يعني لو كان الامر بيدك. سؤال صعب خالص. لو كان الامر بايدي كنت ادعم الاطباء جدا، ادعم الاطباء من سنه اولى، اديهم ثقه بالنفس، اوريهم ان المستقبل مشرق،